بدأت عمل طبابة الزائرين في العتبة العباسية منذ 3 سنوات طبعاً على مدار السنة وليس على يعني الزيارات المليونية. شرع قسم الشؤون الطبية التابع للعتبة العباسية المقدسة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للزائرين الكرام من خلال مفارزها الطبية التي تم نشرها داخل الحرم الشريف وفي محيط العتبة المقدسة بالتعاون مع دائرة صحة كربلاء ودائرة صحة الديوانية ودائرة صحة ذي قار ودائرة صحة واسط ودائرة صحة البصرة. الكادر يتكون من صيادلة، أطباء، ممرضين، ممرضين جامعيين وممرضين معاونين طبيين، وكذلك احنا وفرنا كل المستلزمات والأدوية اللي يعني تجي في هذا المجال، وأكدنا على زيارة 10 من محرم وركضة طويريج و13 اللي هي ثالث يوم دفنة الإمام الحسين عليه السلام، حيث تم نشر 6 مفارز طبية في محيط الحرم الشريف بالإضافة إلى مفرزتين طبية رجالية ونسائية داخل الحرم. كذلك تم نشر فرق إخلاء طبي داخل الحرم الشريف، بلغ عدد هذه الفرق 10 فرق على مدى 24 ساعة. حتى جلبنا مسعفات يعني نساء من محافظة البصرة نوزعهم بالصحن الداخلي مالت الإمام، لأن أنتم تعرفون ثالث الإمام يكون كله أغلبها نساء، وكل الأمور اللي تجي في مصب تقديم خدمة الزائر هي موجودة. المفارز يكون عملها من خلال الحالات المرضية التي يتم نقلها من داخل الحرم الشريف إلى المفارز الطبية، وتستقبل هذه المفارز الطبية الحالات البسيطة والحالات المتوسطة، أما الحالات الشديدة فيتم نقلها إلى المؤسسات الصحية. خدمتك محلاها مصري، لولاها سورتك أقراها بكاء. تطلع أكاديمية الكفيل الإسعاف والتدريب الطبي تابعة للأمانة العامة للعتبة المقدسة بتقديم كافة الخدمات الإسعافية لجموع الزائرين الكرام في حال حدوث طارئ لا سمح الله، وانقسمت بداية استعداداتنا على شقين. كان الجانب الأول منها الاستعدادات في تقطاب متطوعين ذو مهارة وكفاءة عالية في تقديم هذه الخدمات لجموع الزائرين الكرام، والجانب الآخر كان في إقامة برنامج الإخلاء الطبي الطارئ، حيث قسم العمل إلى عدة مراحل ونشرنا عدة فرق إسعافية. الآن من صارت هذه الخطة الجديدة فصار تقارب بالمكان، يعني ما يصعب على الأخوة بالطبابة أو في الأخوة ذول اللي إحنا مهيئيهم للعمل أنه يوصلون الزائر الكريم أو المصاب بأسرع ما يمكن إلى الطبابة لاتخاذ العلاج اللازم إليه. تم إعداد وخزن المواد لغرض تجهيزها للمواقع الصحية من خلال التنسيق مع اللجان الصحية لغرض توزيعها على المناطق والاتجاهات بطريق الزائرين. تم توزيع العربات للمعاقين ذوي احتياجات الخاصة والتي تساهم في قضاء حوائج هؤلاء. أحب حزني وأحبك وأنا عجبك خادمك مجنون. احنا بالنسبه لنا يعني خطه العاشر محرم الحرام كل سنه يعني نتبع فت خطه خاصه بينا بالنسبه لوحده الاسعاف الفوري. بالنسبه للعجلات 7 عجلات عندنا، هذا اللي بكل مناسبه ينزل 7 عجلات مرابطات، يعني تختلف مرابطات داخل المدينه القديمه. بالنسبه للحالات نقلها يكون الداخلي خارجي، الحالات اللي تستوجب مستشفى الكفيل او مستشفى الحسيني او مستشفى زين العابدين تباشر على الهيلسعف. حقيقه قسم الهدايا والنذور يتم استلام جميع المواد الطبيه من الزائرين الكرام، يعني نستلم هنا مثلا اجهزه الضغط، اجهزه السكر، قحط السكر، دواء، يتم تسليمها للطبابه. احنا كل سنه يعني الكوادر الطبيه الموجوده في المحافظه والمفارز المحيطه بكربلاء نقوم بالتقديم ما نستطيع نقدم لهم يا من خدمة، وهي يا وجبات الغذاء والماء وبعض الفقرات البينية من شرابيت من فواكه من عصائر، حتى يعني الناس يعني من الصبح لليل واقفين وقفة واحدة اللي نقدر يعني نساعدهم بهذا الشيء. حقيقة احنا كل سنة عندنا خطة، من ضمن هذه الخطة هي تعتبر خطة خدمية او خطة اخلاء طبي. يوجد لدينا منتسبين طبعا مدربين على الإسعافات الأولية، وهؤلاء المنتسبين دائما يقومون بمساعدة الزوار من خلال هذه الخبرة اللي لديهم، يعني لإيصالهم لأقرب مركز صحي أو ممكن أنه تشفى الحالة من خلال ما تعلموه من هذه الدورات. عجيب
عجيب حب عباسي غريب غريب مسقط راسي توجد كوادر طبية للنساء والرجال في كربلاء المقدسة على مدار 24 ساعة. العتبة العباسية المقدسة مميزة بتقديم الخدمات الطبية، الأمور الطبية المجهزة دائما على مستوى عالي، المفارز الطبية موجودة وقاعد نشوف احنا بعيوننا كزوار قاعد نشوف الخدمة يوم عن يوم أحسن. طبعا خدمة جبارة جدا ومشكورة وتنقذ حالات صعبة جدا في المدينة المقدسة في كربلاء، انقاذ حياة مريض في لحظات عصيبة مثل هالأوقات، هذا الكل واحد يعني يفتخر فيه، وعملكم هذا له قيمة ومقدر عند الإمام الحسين وعند الزوار. والله احنا نوجه لهم الشكر والتقدير للعتبة العباسية على هاي المبادرة. الشكر موصول إلى خدمة العتبة العباسية المقدسة بكوادرها جميعا على ما يقدموه من خدمات طبية، والله نشاهدها في أعيننا. شكرا لهم جميعا على هذه الخدمة. فالمفارز الطبية بالعكس تخدمنا كثير، لما في كل محل نشوف منه مفرزة ومفرزة. مبادرة حلوة جميلة جدا، تخدم أول شيء الزائر، بارك الله بجهودهم، شكرا لهم إن شاء الله، وعليهم بالعافية. خدمة الزوار بعبد الله حسين.